مساء الخير، أنا موسى. اليوم راح أستعرض معكم الجيم اللي خسر فيه ماغنس كارلسون لأول مرة في تاريخ الكلاسيكي ضد ناكامورا. الجيم هذا في بطولة بلباو المقامة حاليا. ماغنس افتتح ضد سيسيليان ناكامورا، تفاجأ بالنايت اي تو، نايت اي تو ديزايند نفس الضربة على دي فور بعد ما ياخذ الجندي، وكذلك اف ثري ممكن تمنع البيشوب بدلا من اتش ثري. ناكامورا تحول بعد الاي سكس الى اقرب واشبه ب الدراجون او الاكسلريتد دراجون، عوضا عن النايدور طبعا. بيشوب في انشاتود، بيشوب جي 7، الجندي طلع معروفه في السيسيليان، نايت ياخذ، وهنا نايت اف 6 يهاجم الجندي. الجندي محمي من الفيل والحصان، الفيل ممكن يجي على جي 4 الان. ناكا بيت بعد ما ماغنس بيت، عوضا عن البيشوب تو جي 4 او حتى بيشوب تو جي 7. الان نايت سي 6 بعد البي 3 والنايت، ضروري ياخذ النايت. بي تيك سي 6، البيشوب في انشاتود، وهنا الكوين تو اي 5، النايت طلع على اي 4، النايت يفتح المجال للفيل ياخذ الفيل، وكذلك النايت يسيطر على المربعين هذه في تحركات الوزير، لان الوزير مستقبلا يحب يقابل الملك على الجي 1 بعد ما يلعب اللاعب الابيض الاف 4. طبعا اللاعب الابيض ما يبغى يستعجل الاف 3، يمنع البيشوب مستقبلا يجي هنا. الان الفكره الرئيسيه انه البيشوب لو جاء على جي 4 راح يهاجم الوزير، الوزير ما يقدر يلعب الاف 3 غير محببه، لانه يبغى يلعب اللاعب الابيض يبغى يلعب الاف 4 مباشره، لذلك الوزير راح يطلع. ناكا يقدر يبادل وزراء على الاي 1 اذا حب. بعد ما فتح النايت طلع البيشوب على جي 4 يهد الوزير، وهنا اف 3 الى حد ما ممكنه تهاجم البيشوب، يعني ما هي بلندر. النايت ما يقدر ياخذ بسبب لو اخذ النايت طبعا ما يقدر يربط الفيل، الفيل في المربع وقريب من الجندي، الجندي يقدر ياخذ، وكذلك بعد ما ياخذ اي 4 البيشوب، حتى لو اخذ البيشوب النايت يحمي البيشوب، لذلك ما في تريكس. البيشوب راح يرجع على الاي 6 واللاعب الاسود تقريبا في حالة تساوي، لكن بعد بيشوب 2 جي 4 وزير مضطر يطلع على اي 1. هنا ناكا لعب لعبة مخالفة، مع انه يستطيع اخذ الوزراء وتصفية الجيم، لكن ناكا لعب كوين تو اتش 5، خطوة ليست بالسيئة ولكنها غير محببة، يعني المحركات لا تفضل هذه الخطوة. الان اللاعب الابيض عنده تقريبا أفضلية بتحرك جندي الإي 5، لكن ماغنس تراجع عن فكرة الإي 5، أجلها بلعب إف 3 يهاجم الفيل. الفيل طلع على الإتش 3، جي 4 تهاجم الوزير، ما كانت أفضل خطوات لكنها لا تزال يعني خطوة سليمة ومنطقية. الآن فكرة ماغنس كارلسن انه يتخلص من البيشوب، يهاجم النايت، يفتح بالاف 4 الروك، يحاول يتخلص من الاي 5 بهجوم او بتركه لجنود اللاعب الاسود في حالة تقديم الدي 5 كطعم. في تكتيكات كثيرة راح تكون في السنتر، لكن راح يركز ماغنس على النايت هنا يهاجمه ويضغط على الوزير، يبعد الوزير عن وسط البورد اللي هو كان متواجد عليه اي 5، يقدر يتنقل بأريحية بعد استخلاص القطع، او بعد ما يتقاطع مع الوزير يصبح الجيم بدون وزراء. الان
وزير اللاعب الأبيض أكثر أريحية من وزير اللاعب الأسود ماغنس نظريا متقدم. الآن كوين h6 الرك جات على d1 لاعب الأبيض تقريبا مكتمل مع أنه في الصفوف الأخيرة لكن منظم. اللاعب الأسود عنده كثافة كلاستر على جناح الملك. اللاعب الأبيض مشكلته الوحيدة هو النايت. طبعا النايت ما يقدر يرجع على c3 بسبب البيشوب موجود بلا حماية مستقبلا. الآن g5 خطوة ذكية توقف الجندي من المرور على g5. البيشوب في احتمالية انه يطلع على c1 حتى بعد لعبة g5 وهي فكرة ذكية من ماغنس. بعد g5 طلع على البيشوب راح رجع على c1. الآن ما له مصلحة الفيل يقاطع مع الفيل. النايت ما له تواجد يرجع على e8 يرجع على d7. الدياجونال هذا ما عليه اي اكتيفيتي حاليا. وهنا البيشوب ياخذ البيشوب. الكوين تطلع على g6 تتنفس الكوين. وهنا ماغنس المفروض حرك حصانه. وهنا الغلطة المنطقية في الجيم اللي ماغنس تأخر عنها كثير جدا وللأسف كانت من أسباب خسارته. هنا ماغنس كمل مع ال h4. ال h4 ما كانت خطوة جيدة. ال h4 أعطت اللاعب الأسود أو أعطت ناكامورا فرصة لاستعادة الجيم. جندي أخذ جندي وزير أخذ جندي. وهنا immediately d5 ما في خطوة واضحة للاعب الأسود غير أنه يلعب d5 يفتح السنتر ويخلص الجيم من الجنود ويفتح متنفس لقطعه. وبالتالي الركس طبعا راح تيجي على السنتر وبالتالي يعاقب ماغنس على تقديم جنود جناح الملك d5. المفروض هنا ماغنس ياخذ بالاي طبعا هي الخطوة السليمة والخطوة الوحيدة لكن ماغنس طلع ببلندر. البلندر كانت فكرة تدور في ذهن ماغنس اخذ عليها وقت انه يقدم الجي 5 مبدئيا. الجي ما يقدر يهاجم النايت بسبب الوزير مقابل الملك. يتحرك الملك بعدها يهدد النايت يحاول يغري اللاعب الاسود ويغري ناكامورا انه ياخذ على الاي 4. طبعا اذا اخذ الاي 4 راح يقدم الاف 4 ويهاجم الوزير. في نفس الوقت الوزير ما له ملجا الا الاتش 6 ياخذ الوزير ياخذ البيشوب. الجي 5 يهدد الحصان. طبعا اذا لعب جي 5 مبدئيا وهي البلندر راح يرد ناكا بالدي تاكس اي 4. بعد الاف 4 راح نشوف رد ناكا وهو اللي يفوز في الجيم. وهنا شفنا جي 5 immediately دي تاكس اي 4 اف 4. وهنا الرد الكبير من ناكا اي 6 اي 6 تمنع تقدم الجندي اللي يضغط على الوزير. ما راح يحشر الوزير. لاحظوا ان الرك تحمي لكن الجندي يحمي مع الوزير لذلك ضاع الوقت على ماغنس. وهنا ماغنس ما لاحظ تقدم الجندي فاتت عليه اذروايز او بشكل اخر كان راح ياخذ على طول على الدي 5. لكن هنا كانت البلندر. ماغنس الان متاخر في الجيم مش متاخر بنقاط يعني كبيره متاخر بنصف نقطه او بمعدل نصف جندي. الان الاف 5 ما يقدر يضغط على الوزير. هنا سي 4 ما في اي خطوه اكثر من كذا. سي 4 تسيطر على الدي 5 تسيطر على البي 5 بسبب ان الرك لو جات تطلع على البي 5 الجندي راح يمنعها. رك اف دي 8 الان تنافس الرك. الافضل ماغنس انه يتخلى عن السنتر او يتخلى عن الصف المفتوح بسبب انه يبغى يضغط على الجندي هذا. بعد تحرك الحصان طبعا الملك راح يتحرك لكن التهديد ان الرك تجي على الدي 3 طبعا ما راح تجي على الدي 2. البيشوب هنا عامل بلوك
روك دي اي 1 من ماجنس، وهنا بدا يتاخر فعلا ماجنس. طبعا ما كانت افضل خطوه، هي كانت فكره جيده لكن ما كانت افضل خطوه. النايت طلعته على بي 6، تحرير النايت يغطي على دي 7 وسي 8 ويهاجم الروك، يقدم جندي السي 5 يحمي النايت ويثبته هنا، سيطر على مربعات خطيره في جناح وزير اللاعب الاسود، لكن تحرك الروك مبدئيا اعطى فرصه لناكامورا يسترجع يتنفس ويخلص تقدمه بتحرك النايت، يبعد النايت نهائيا عن الخطر بعد ما طلع الروك من الاف للدي. هنا نايت سي 5 بدلا من نايت بي 6 يهاجم الجندي، نايت دي 6 يدعم مع الوزير، كوين اف 2 اف 5 من ناكامورا بدل عن بيشوب سي 3 يهاجم القلعه، القلعه الاجباريه تجي هنا، النايت راح يطلع على اف 7 قلع لازم تتقاطع يخف الجيم ويخلص الادفانتج ناكامورا. بيشوب بي 2 ما اخذ البيشوب، ما اعطى الوزير اللونج دياجونال، النايت رجع السيطره للروك على الدي فايل، البيشوب ياخذ البيشوب، الملك ياخذ البيشوب، كوين تو جي 3 ماجنس بدا يتراجع بسبب تواجد الجندي هذا اللي كان على دي 5 بدلا من اخذه، وبسبب دعم الاف 5 للاي 4. طبعا الجندي هذا ما كان يقدر ياخذ امباسانت بسبب تواجد الملك مضاد الوزير قبل شوي. روك دي 6 روك دي 1 روك اي دي 8، الان ناكا دبل القلاع على الدي فايل اللي هو الفايل الوحيد المفتوح كومبليتلي. طبعا هنا بعد الروك تيكس تشيك، الروك تو اف 2 يمنع الصف الثاني، الوزير استغل الثغرة الكبيرة اللي سببها اتش 4 وفتح الاتش فايل، الان الوزير راح يكون مزعج جدا، بينما موقف الجنود هنا سيء مخجل. ناكامورا استطاع انه يعاقب ماجنس على غلطته بالاتش 4 وغلطته بالجي 5 بعدم اخذ الجندي، جندي السنتر اصبح مرعب جدا. الان كوين تو اتش 3 يحاول يبادل الوزراء، الوزراء ما يتبادلون، الان ناكامورا يقدر يستفيد من وزيره اكثر. وزير جاي هنا راح ياخذ الجنود اللي هنا او يضغط على القلعه الثانيه بالتشيك يستفيد ياخذ وقت. وزير جاي يمنع الدي 2 اي 5، جندي ما يقدر ياخذ، نايت راح ياخذ ويدخل في الجيم. كوين جي 3 الروك جايه، الملك ابتعد شافلينج، اخذ الوزير، وهنا كوين تو اتش 5 تشيك. ناكامورا يحاول يقلص عدد الموفز الين يوصل الخطوة 40، تشيك تشيك، نايت اخذ بتهديد بتحرك النايت، تشيك من ماجنس، تشيك، الملك طلع على ال H6 محمي، وهنا فايز ناكامورا بعد البلندرز كبير النايت. لاحظوا انه مضطر ياخذ الجندي، طبعا ماجنس ما راح يضحي، ينتظر غلطة كبيرة من ناكامورا، لكن ما في اي مجال للتعادل. هنا الوزير مضطر ياخذ القلعة، لكن بعد الاف 5 هنا رجال تشيك، واستقال ماجنس بعد كينج تو اتش 3 كوين تو دي 6، المات جاي مات ان 7، وزير راح يجي على اتش 6 بعد ما يتحرك الوزير على جي 4. طبعا الوزير راح يعطي نفسه القلعة لان القلعة مسيطرة هنا، النايت مسيطر هنا وهنا، والوزير جاي على ال H6 فما في مجال نهائيا. طبعا التهديد الثاني اللي بسببه الوزير ما يقدر يجي على H5 يمنع مثلا ال H6 هو ان الوزير جاي على ال H2 بحماية من القلعة هنا على الصف الثاني، الملك ما يقدر يطلع على ال G4، راح يجي تشيك ميت. اتمنى انكم استمتعتوا بالجيم هذا،
أشوفكم لاحقا في الأيام اللي راح أعرضها في بطولة بلباو في أمان الله.